محطة انتظار، مسلسل يدور حول صراع يعيش الإنسان ويؤثر فيه الماضي على حاضر ومستقبل شخصياتها الرئيسية التي تتشابك العلاقات بينها، ويعيش هؤلاء في انتظار شيء ما لتحقيق السعادة، وهو من بطولة النجم القدير محمد المنصور، والذي يطل على محبيه في رمضان أيضا عبر المسلسل الكويتي روتين، في دراما تغوص في الذات الإنسانية لتتحرك شخصيات المسلسل وفق مصالحها الشخصية. يبا احنا نبيك تي البيت عشان الخطبة. ما شاء الله، يعني متفقين وخالصين. بس يا بنت احنا لازم نسأل منهم من سباهم. لا يبا، هو محترم وخلوق والكل يمدح بأخلاقه، وهذا اللي يهمني. إيه بس أنا ماني فاضي، أنا هاليومين بالي مشغول في بعض المواضيع، مالي يعني خلق مزاج الخطبة. بعدين بس يبا، أم صقر كلمت أمي واتفقوا عشان اتفقوا، يعني ما دام اتفقوا خلاص، يعني طالما هم متفقين بعد حاجة جايين أنا تشاوروني ليش؟ يبا قلت لكم أنا مشغول، مالي مشغول، عندي بعض المواضيع وبعدين أتفرق لي. يبا لا. ولتفاصيل أكثر عن حضوره في الموسم الدرامي لهذا العام ينضم إلينا من الكويت الفنان القدير محمد المنصور. أهلا فيك معانا. خليني أبتدي وأسألك، طبعا أول شيء كل عام وإنت بألف خير، وخليني أبتدي وأسألك عن أعمالك هذا الموسم. أكثر من عمل، هل هذا الشيء كان مقصود أم صدفة؟ والله صدفة. سيدي مساكم وكل عام وإنت بخير. فصدفة كذا الموضوع. نهنيكم بشهر الفضيل. فطبعا صدفة أتت من أصدقاء عبر المسلسلين، سواء كان روتين أو محطة انتظار، وأصروا الأصدقاء الأثنين على هذا العملين، وأنا طبعا صار لي بعد كمان سنتين ما عملت، فأنا متشوق أكثر من محطة الانتظار والانتظار. انتظرت كثيرا عبر سنتين، انتظر مشاهدي أو متشوق إلى نظاري الكرماء الجيدين الحبابين اللي أطلع عليهم في عملين متميزين إن شاء الله. طب بس أنا أبغاك تكون صريح معايا، لما يكون في أكثر من عمل أكيد في عمل أقرب لقلب الفنان. والله كل الأعمال اللي عملتها بحياتي كلهم كلهم قريبين إلى قلبي، لأن أنا لا أعمل إلا متأكد من العمل يكون قريب، وأدرك كل وأعي كل هذه الأمور إنها راح تصل إلى المشاهد وهو يفهم هذه الرسالة اللي أنا أقدمها. فعبر هذا العملين عندهم كل عمل له خط يختلف عن الآخر. نعم. فخطوط جميلة وراقية وترتقي إلى المشاهد، لأن أنا حريص كل الحرص على أن أرتقي للمتلقي يكون محافظ على الأعمال اللي أنا أقدمها، لأن أنا أحب تكون أعمالي تكون راقية و فيها رسالة جدا مهمة. طيب. للمتلقي. جميل جدا. الآن الدراما الكويتية تتعرض لكثير من الانتقادات، طبعا يعني حضرتك من أكبر وأبرز نجوم الدراما الكويتية، باعتقادك هل هذه الانتقادات محقة؟ لما يقولوا تكرار المواضيع، لما يقولوا أنه الدراما المبالغ فيها، لما الآن في انتقادات توجه لمثلا مسلسل مع حصة قلم عن مستوى الحوار. نعم. طبعا أنا ما أبي أنتقد زملائي، إنما كل أنا أحييهم، لكل فنان ونجم أو نجمة لهم عطاءاتهم وإسهاماتهم، وأحييهم على الأعمال اللي يقدمونها، ولكن قد يعني تأتي بعض الهنات لهذا العمل أو لذاك العمل مجرد الإسراع في قد تكون أو عدم التمكن. في كثير من الأحيان النجم ما يكون في كثير من المشاهد هو يكون حاضر فيها، يعني يدوب أنه مثلا يكون مشاهده ويركز على شغله ومشاهده أكثر ما يركز على إنما طبعا هو كمسؤول هو. نعم. طبعا مثل ما تقولين القدوة، لابد أن يشرف كل الإشراف على هذه الأعمال، بالإضافة بالاتفاق مع المنتج والمخرج، كذلك يتفق حتى مع زملاء الفنانين والفنانات في هذا العمل، ويحرص كل الحرص إنه يقول لهم يجب أن يعني
نتخلى عن الكلمات الهابطة علشان يجب أن احنا نرتقي بأي عمل من الأعمال. طبعا هذه قد تكون ما أتت في 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 وقت من الأوقات أنهم يتكلمون، لأن بالإسراع تعرفون أنتم مع حضراتكم المشاهدين يعني دائما قدوم رمضان يأتي بسرعة، فالاستعدادات والمحطات هنا تنتقي وتعمل وتشترط بعض الأحيان على المنتجين والفنانين أنهم يعملوا كذا ويعملوا كذا، بعض الأحيان حتى المحطات قد تأتي إلى بعض المنتجين أو الرعاة هم الذي قد يتحكمون وليس المحطة. نعم عرفتي؟ أيوة فهذه يعني تأتي للمحطة، إنما النقد يعني وارد يعني. طيب أستاذ محمد، هل صحيح أنك أنت ناوي تكرر تجربة التقديم التلفزيوني قريبا؟ إن شاء الله في مشروع يعني قريب بإذن الله، لأن عندي بعض الأفكار وإن شاء الله رح نتعاون مع العربية أو مع بعض الدول أو مع بعض المحطات اللي عندها استعداد، لأن عندي البرنامج هذا يشكل نقطة بارزة في كل أي محطة تختار هذا البرنامج الجميل، وأنا مقدمة وماخذ فيه طبعا التصريح لأنه فني وسياسي في نفس الوقت إن شاء الله. جميل جدا. طب كيف هي علاقتك بمواقع التواصل؟ لأنه في كثير حسابات حاطة اسمك. والله أنا أحييهم وأقدر هذه الحسابات، إنما أنا ماني كثير مع التواصل سواء كان الفيسبوك ولا التويتر ولا هذه الكثيرة، أنا يدوب مثل ما يقولون يلا هبابي الواتساب والمسجات العادية، إنما الآن إحنا في عصر هذا التقدم العلمي الجميل، هذا التواصل الاجتماعي، فأنا الآن طبعا إحنا راح نختار طبعا خاصة في مسلسلنا سواء كان روتين أو محطة انتظار والآن القادمة سنخترق، مو يعني يكون العروض ستبدأ يعني إن شاء الله من السنة القادمة تكون العروض مسلسلي يعني القادم سيكون عبر التواصل الاجتماعي يعني عبر القنوات الإلكترونية بالإضافة إلى المحطات الأساسية، وأنا هذا يعني علشان نخترق هذا العالم الجديد ونكون معهم يعني up to date مثل ما يقولون. يعني حتعرضوا الأعمال على مواقع التواصل كاملة؟ إن شاء الله من جديد، بس طبعا أنا قاعد أفكر فيها مع زملائي وإن شاء الله راح تلاقي هذا الموضوع، يعني كما أنتم تشوفون المسلسلات سواء كانت تركية ولا الإسبانية ولا إيه. الآن يعني إحنا ما عندنا مانع، إحنا نعمل عبر هذا التواصل الجديد، لأن الآن كثيرين من الناس طبعا يكونوا مشغولين، فليش ما أتواصل معاهم عبر الهاتف من خلال هذه المحطات الجميلة الراقية اللي احنا نقدمها لهم. فطبعا تعرفين انت الوقت يسرع يعني. نعم. الإنسان طبعا لما يكون مشغول في شغله أو في عمله ففرصة على ما يرجع بالليل أو العصر بالضبط فرصة يشوفها على مواقع التواصل. نعم نحن بنشكرك جدا على هذه المداخلة معنا وبنتمنى لك التوفيق دائما وأبدا. بنشكرك.